بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله مش هننسى، عايزين نبدا نكمل الجزء الخاص بالبايلز الموجوده عندنا. لو جينا احنا خلاص وقفنا لحد ما اتعلمنا ازاي نفهم توزيع البايلز وليه استخدمنا البايلز الموجوده عندنا. طيب لما جينا شرحنا قلنا ازاي نوصف السويل الموجوده جوه البرامج الموجوده عندنا. طبعا احنا لو بصينا على الاستراكشر بتاعنا احنا بنقسمه جزئين، حاجه اسمها سوبر ستراكشر وحاجه اسمها سب ستراكشر. السوبر ستراكشر اللي هو الجزء الموجود فوق سطح الارض، هو ده الحاجه اللي احنا شايفينها اسمها سوبر ستراكشر، خرسانات بقى، الكاميرات، الاعمده، كل الكلام ده كله ده اسمه سوبر ستراكشر. السب ستراكشر كل ما هو تحت سطح الارض، كل الحاجات اللي انا مش شايفها كلها تحت سطح الارض. عايزين بقى الجزء اللي فوق السوبر ستراكشر لو جينا نبص عليها ككونكريت قدرنا نوصفه كماتيريال، صح؟ جينا نعرف الخرسانه، قلنا الخرسانه دي بتشيل اف سي يو كذا، بتشيل الماتيريال بتاعتها كذا، الاي بتاعتها بكذا، وصفناها كماتيريال، صح؟ جينا نوصف الستيل وصفناه كماتيريال، جينا نوصف الريبار لوحده التسليح وصفناه كماتيريال، عرفنا الماتيريال دي خصائص معينه لهكذا لهكذا لهكذا. طب السويل الموجود عندنا، السويل نفس الكلام، هي عباره عن ماتيريال. السويل دي عباره عن ايه؟ عن ماتيريال، بس احنا عايزين نوصفها جوه البرنامج. بس لو جينا نبص على خصائص السويل يعني هنلاقي الموضوع مختلف شويه. يعني احنا لو جينا نبص على الخرسانه فمكونات الخرسانه معروفه، ركام واسمنت والكلام ده كله، فهي عباره عن مجموعه حاجات احنا عارفينها. انما لو جينا نبص على السويل، لا ده السويل عندنا موضوع مختلف شويه. لان ايه؟ لان السويل نفسها ليها كومبوننت كتير، احيانا ممكن تلاقي تربه ساند، احيانا ممكن تلاقي كلي، احيانا ممكن تلاقي روك، سيلتي ساند، مش عارف ايه، كل التصنيفات اللي احنا اتعلمناها في توصيف السويل الموجود عندنا. فدي مش ماده هوموجينيوس، مش ماده معروف الخصائص بتاعتها، مش ماده اقدر اقول اه ده دي لها ايه كذا، لها مش عارف كذا، لا ده كل سويل على حسب يعني مثلا على حسب اللير الموجود عندي، اللير واحد دي خصائصها ايه؟ لير 2 دي خصائصها ايه؟ وده طبعا بيعتمد ان انا بجيب عينه من التربه وبروح احللها في المعمل عشان اعرف اطلع تقرير التربه واعرف هنا اللير دي كذا واللير دي كذا واللير دي كذا، كل الكلام ده كله. عشان كده البرامج لما جه وصفوا السويل في البرامج وصفوه على انه سبرينج، يعني زي السوسته كده، حاجه بتتمط معاك احيانا كومبريشن واحيانا ايه تنشن، يعني حاجه زي السبرينج كده، مش معروف الخصائص ايه بتاعتها. ليها حاجه اسمها الكي، ليها حاجه اسمها ايه؟ ليها حاجه اسمها اللي هي الكي اللي هي ستيفنس. طيب قلنا لما اجي اوصف التربه كسويل قلنا لازم نوصفها ان هي تشيل كومبريشن بس، يبقى انا عندي الرافت اهي تحتها ادي السويل موجود عندنا اهي. طب السويل اللي تحت الرافت اخد الكره الارضيه كلها تحت الرافت تحت المنشا اللي انا بعمله؟ اكيد لا، انا باخد الجزء الافكتيف من السويل. يعني ايه؟ يعني انا بقول ان مثلا ابسط طريقه لتوزيع الاستريس بطريقه 2 الى 1 2 الى 1، ان انا الاستريس عندي بينزل على المايل بالشكل اللي قدامي ده كده، وبيبقى في نقطه الاستريس يكاد يكون خلاص يعني ملوش اي قيمه يعني. فانا ببدا اخد المساحه بتاعتي من السويل يا دوبك على قد المساحه اللي انا بحتاجها تحت الاستريس تحت الايه؟ تحت اللبشه. وببدا اوصف السويل دي على انها سبرينجز، بس السبرينجز دي بوصفها على انها تشيل ايه؟ تشيل كومبريشن اونلي، تشيل كومبريشن بس. ليه؟ لانها تربه، قلنا التربه ما تقدرش تشيل غير ايه؟ غير ضغط بس. طب جه عندنا مشكله، ايه هو؟ في الهاي رايز بيلدنج دلوقتي لو انت بصيت على اي ناطحات سحاب او بصيت على اي برج مرتفع كبير جدا بتلاقي ان البرج طالع بارتفاع كبير جدا وجنبه اجزاء تجاريه، مثلا في جزء هنا كده وفي جزء تاني الناحيه هنا كده، او تلاقي البرج مثلا طالع بردود طالع بارتفاع كبير وتلاقي مثلا في الناحيه دي عامل مثلا جزء تجاري جزء مولات، الناحيه التانيه دي جزء حاجه معينه جراشات، فتلاقي في ارتفاع كبير للمنشأ وفي ارتفاع تاني صغير. فايه اللي يحصل؟ المنشأ ده بيجيله رد فعل من اسفل من التربه اسمه الابليفت، اللي هو الحاجه من التربه عايزه ترفع المنشأ الموجود عندي هنا ده كده، سواء كان في مثلا ووتر فلو هنا في ميه موجود في التربه فعايزه تعمل ابليفت، او ايا كان الحاجه الموجوده عندي في السويل دي. طيب السويل دي لما اجي اعملها على انها على رافت، على ايه؟ على بايلز، انا اسف، رافت اون بايلز بالشكل اللي قدامنا ده كده، ايه اللي هيحصل؟ هلاحظ عندي حاجه مهمه جدا، ان الجزء ده عايز يرفع المنشأ بتاعي، فلاقي ان الرافت ده معرض لقوه ايه؟ لقوة تنشن مش قوة كومبريشن. يبقى أنا لما أجي أتكلم على السويل، السويل ما تقدرش تشيل، ففي عندي بايل، فالبايل ده هيقدر يشيل قوة إيه؟ قوة تنشن. عشان دي في الحالة دي لازم أوصف البايل أعرفه، هل البايل بتاعي ده هيقدر يشيل كومبريشن ولا البايل ده أنا مستخدمه على إنه يشيل تنشن؟ لازم أحدد الأول هل هيشيل كومبريشن ولا هي إيه؟ هيشيل تنشن. طيب احنا معظم البايلز احنا نفضل انها تشيل كوت كي كومبريشن ايه؟ كومبريشن فورس، ما عدا بقى في حاله الابليفت، لو حصل عندي ابليفت والبايل بدا يشيل كوت تنشن فورس في الحاله دي ابدا ايه؟ ابدا افكر في التنشن بايلز، وفي الحاله دي بتشيل عن طريق الفريكشن فورس. طيب ادي كده الجزء، فهمنا ازاي البرنامج بنوصفه، البرنامج بدانا نوصف فيه جزئيه على انه سبرينج، السبرينج ده التوصيف بتاعه.
طيب السبرنج ده ممكن يشيل تنشن او كومبريشن، ممكن يشيل الاثنين مع بعض، او يشيل تنشن بس او يشيل كومبريشن بس بالشكل اللي احنا فاهمينه. لو جينا نبص على الفكره اللي بداوا يفكروا بيها بحكايه الكي بتاع السبرنج او بتاع السويل، احنا لو جينا خدنا فوليوم من السويل عندي، ادي الفوليوم اهو كبير اهو، له طول وعرض وله ارتفاع بالشكل اللي قدامنا ده كده، صح كده؟ بدا يعمل ايه؟ بدا عايز يحول الكلام ده لشكل سبرنج بالشكل اللي قدامنا ده كده. ده كده شكل السبرنج عندنا. طب ازاي يحول الفوليوم من السويل الكبير ده يبدا يحوله ازاي للسبرنج ده؟ قال لي خلاص انت اللي يهمك دلوقتي هو انت عندك العرض ده، الاريا دي انا اعرف اجيبها، الاريا دي هي مساحه المنشا الموجوده عندي. طب الارتفاع ده عباره عن ايه؟ قال لي ده عباره عن ارتفاع البايل. طب في الحاله دي انا عايز احول من الجزء ده للجزء ده من وحده اسمها كيلو نيوتن على المتر مكعب، لو انا بصيت على السويل كفوليوم، كيلو نيوتن على المتر مكعب، عايز اخليها كسبرينج بوحده كيلو نيوتن على المتر ران. هو ده اللي احنا عايزين نعمله. طيب عشان كده ببدا اضرب الكلام ده في الاريا اللي هو شايلها عشان ابدا احول من كيلو نيوتن على المتر سكوير، من متر مكعب، لحولها لكيلو نيوتن على المتر ران بالشكل اللي قدامنا ده كله. في الحاله دي قال لي الكي بتاع السبرينج او السويل بيساوي من 100 ل 120، من 100 ل 120 في البيرنج كاباستي بتاع السويل، من 100 ل 120 البيرنج كاباستي بتاع السويل ده كقيمه. خد بالك انت عارف ان وحده البيرنج كاباستي كيلو نيوتن مثلا على المتر سكوير، ان ده بوحدته كيلو نيوتن على المتر، ده نسبه يعني، انا باخد حوالي اضرب من 100 ل 120 عشان في البيرنج كاباستي عشان اطلع الكي بتاعه السبرينج الموجود عندنا هنا دي. يبقى انا عندي كاريا خلاص، الاريا دي حاجه مشتركه، ابدا اعمل ايه؟ ادي الارتفاع ده. طب هو البرنامج بيجيب الاريا دي منين؟ البرنامج ده بيحسب الاريا ده منين يا باشمهندس؟ طبعا انا الارتفاع ده هو ده اللي انا هو ده هو ده يعني هو ده اللي البرنامج مش عارف يحسبه، انا اللي لازم اديهوله، يعني لازم اقول له البايل ده مثلا 15 متر 16 متر، الكي بتاعته بكذا، الكلام ده كله. انما الاريا بقى اللي هو هيجيبها، هيجيبها منين بقى يا باشمهندس؟ هيجيب الاريا عن طريق ان انا ادي عندي، ادي الرافت عندي اهي، انا موصف ان الرافت دي شايله، مش شايله على السبرنج، ادي 2 ادي 3 ادي 4. البرنامج هيعرف منين الاريا اللي السبرنج ده شايلها؟ هيبدا يقسم المساحه ما بينه وبين اقرب سبرنج وليكن كده، والمساحه اللي ما بينه وبين السبرنج التاني ده كده، ويبدا يقول هي دي بقى الاريا اللي هو انا اللي انا شايلها، يبدا يروح جاي ضارب بقى في الاريا دي يطلع الكي بتاعه بتاع السبرنج. يبقى عرفت منين البرنامج بيحول من كيلو نيوتن على المتر مكعب، يحوله لكيلو نيوتن على المتر ران؟ عن طريق ان هو عارف كيلو نيوتن على المتر ران، عن طريق ان هو عارف المساحه اللي السبرنج شايلها، عن طريق ان انا بوصف له شكل رافت معين، بوصف له اماكن سبرنجز فين، يبدا هو اوتوماتيك يحسب الاريا اللي شايلها كل ايه؟ كل سبرنج موجود عندنا. طب بجيب الكي ازاي؟ قلنا الكي تقريبا دي من في حدود من 100 ل 120 في البيرنج كاباسيتي، دي بالنسبه للسويل. طب بالنسبه بقى للسبرنج بقى؟ بالنسبه للسبرنج بقى يا باشمهندسين، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن حاجه لينير، عباره عن حاجه ايه؟ لينير خطيه كده. اي حاجه لينير خطيه من الفيرست برينسيبل بتاع الفاينايت اليمنت، البي بتاعتنا عباره عن الدلتا في الكي، عباره عن الدلتا في الكي. ايه هي الدلتا؟ الدلتا دي البي طبعا اللي هي الكباستي بتاع البايل بتاعنا اللي هو اقصى فورس يقدر يشيله. الدلتا دي عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن الهبوط اللي هيحصل في البايل ده، البايل ده هيحصل له هبوط قد ايه في السويل؟ الكي اللي هي الاستيفنس اللي احنا عايزين نحسبها. يبقى اذا الكي بيساوي البي على الدلتا. فالمهندسين طبعا احنا في البدايه ما نعرفش الهبوط اللي هيحصل في السبرنج ده قد ايه، ما نعرفش او في البايل ده قد ايه، فبيبدا يفترض ان هيحصل هبوط وليكن 1 سنتي، ان اللي هيحصل هبوط كام؟ 1 سنتي. طب اجيب منين بقى يا باشمهندسين البي بقى الكباستي بتاع البايل؟ طبعا احنا قلنا لسه في تقرير تربه بيجي يقول لي ان البايل ده طوله كذا، الكباستي بتاعه يقدر مثلا يشيل 60 طن 80 طن ايا كان الحمل اللي البايل ده يقدر يشيله. يبقى بقول مثلا وليكن 100 على 1، يبقى اذا بيساوي 100 طن مثلا لكل سنتي. عايز احوله مثلا كيلو نيوتن لمتر، ببدا احول الوحدات زي ما احنا ايه متعودين. بس الطريقه دي مش افكتيف. قال لك ايه؟ طب احسبه ازاي؟ قال لك بقى لا، عايزين نشرح بقى بالطريقه اللي هي عباره عن ايه، ايه في الايه على ال، ان الاستيفنس بتاع اي عنصر معرض لقوه قوه نورمال فورس سواء كان التنشن او الكمبريشن، فالاستيفنس بتاعه عباره عن الاي في الاي في ال. ايه هي الاي؟ الاي اللي هي المودولس فلاستيستي بتاع الماتيريال الموجود عندنا اللي هي الكونكريت، الاي هي الاريا بتاع البايل، ال اللي هي عباره عن طول البايل الموجوده عندنا. طيب يبقى اذا الكي، اذا هقول مثلا، هفترض مثلا ان انا هستخدم بايل وليكن قطر 60 سنتي، وليكن قطر كام؟ 60 سنتي، بطول وليكن هينزل لتحت 15 متر مثلا في السويل. يبقى اذا انا معايا دلوقتي القطر ومعايا اللينس اللي هينزل جوه السويل. الكباست مثلا من تقرير التربه قال لك ان البايل ده هيقدر مثلا يشيل 80 طن مثلا، كومبريشن 80 طن. طبعا انت بتبص في التقرير زي ما هنشوف ان شاء الله، بيقول لك ان انت عندك ان البايل ده بيقدر يشيل قد ايه في الكومبريشن وبيقدر يشيل قد ايه في التنشن، يعني بيحدد لك ده وبيحدد لك ده. طيب
يبقى انا عندي البايل القطر بتاعه 60 سم، الطول بتاعه 15 متر. يبقى اذا الاي طبعا بتاع الخرسانه عباره عن كام؟ 4400، 4400 جذر الاف سي يو، بس ده بوحده ايه؟ النيوتن على المليمتر سكوير، والوحده في الاخر بتطلع بوحده ايه؟ النيوتن على المتر سكوير، على المليمتر سكوير، اللي هي الميجا، اللي هي الميجا باسكال. طيب ممكن احسبه، لو انا عايز احسبه بوحدات الطن بقى بيساوي كام؟ قال لي بيساوي 140000، 140000، 140000 يا باشمهندسين، جذر الاف سي يو بتاع الخرسانه، ادي الاف سي يو، بس اعوض عن الاف سي يو بوحده الكيلو جرام، اعوض عنها هنا بوحده الكيلو جرام على السنتيمتر سكوير، ولكن انا هستخدم خرسانه 250 300 ايا كان الخرسانه اللي انا هستخدمها، ويطلع لي في الاخر بوحده الطن على المتر سكوير. يطلع بوحده الطن على ايه؟ على المتر سكوير. يبقى لو جينا حسبنا مثلا من هنا كده، وليكن عايز احسب الاف سي يو 250، لو انا قلت الكالكوليتر كده، ادي الكالكوليتر، جذر 25، يبقى جذر 250 الاول اهو، اقول كده 250، 250، اخد الجذر بتاعها 250، اخد الجذر بتاعها بالشكل اللي قدامنا ده كده، واضرب فيه 140000، بالشكل اللي قدامنا ده كده، اقول يساوي، ادي الرقم طلع عندنا كام؟ 2 مليون، او 2 مليار 213 مليون 594 الف، بالشكل اللي قدامنا ده كده. ده كده الاي بتاع الخرسانه، اضربها في الايه اللي هي القطر بتاع البايل، لو قلنا الباي على 4 في فاي سكوير، يبقى اذا ناخد الرقم ده عندنا، وليكن 2.2 من 10 في 10، وليكن 2.2 من 10 في 10 اس 6، 2.2 من 10 في 10 اس 6. اخد بقى 3 علامه 14 من 100، 3 علامه 14 من 100 باي على ال 4 في 6 من 10 قطر البايل، 6 من 10 في 6 من 10، يطلع معايا الاريا بتاعته بكام؟ الاريا بتاعته علامه، علامة 8 2 6 بالشكل اللي قدامنا ده كده، 8 2، علامة 2 علامة، 8 2 6 بالشكل اللي قدامنا كده. طلعت الاريا والال بتاعنا بقى موجود، ابدا احسب بقى الرقم بقى ده، اذا هيساوي كام؟ هيساوي الاي بتاعتنا اللي هي 2.2 من 10 في 10 اس 6 في 10 اس 6، 1 على 2 3 4 5 6 في 10 اس 6 بالشكل اللي قدامنا ده كده، في الاريا اللي هي علامة، علامة 2 8 2 6 كده، في الآخر أقسم على ال ال بتاعنا اللي هي 15 متر أهو، يطلع بالآخر بقى الكي بتاع الخازوق ده كام؟ 41448، وقال لي 400، يبقى 41500، يبقى 41500، هي ده كده الكي بتاع البايل. يبقى احنا عرفنا أولا ازاي يحسب الكي بتاع البايل بتاعنا، خلاص هو ده اللي احنا هنعمله. طيب انا عايز اعرف عدد الخوازيق الموجوده عندي، اعرف ازاي الكلام ده كله؟ بنعرف عدد الخوازيق بقى اللي انا المفروض استخدمها ازاي يا باشمهندسين؟ اقول الكباسيتي بتاع الخازوق عندنا وليكن 80 طن زي ما احنا بنقول، اشوف الاول الفيرتيكال لود اللي ناتج عن المنشا كله، يعني المنشا ده هيديني احمال راسيه، يديني نتيجه الديد واللايف واللود والكلام ده كله. يبقى انا بقى معايا الفيرتيكال لود كله، معايا مين؟ الفيرتيكال لود كله، ابدا اقسمه الفيرتيكال كده، يبقى وليكن المنشا ده بيديني وليكن مثلا 100 طن، مثلا 100 طن، والخازوق ده بيشيل 1 طن مثلا، والخازوق مثلا بيشيل 1 طن، يبقى انا محتاج كام خازوق؟ محتاج 100 بايل بالشكل اللي قدامنا ده كده عشان اعملهم في السويل. يبقى ده العدد المبدئي اللي انا محتاجه. ابدا افرض بقى القطر الخازوق والمسافه بين كل واحد والتاني، وبناء على القطر والمسافه اقدر اشوف العدد كله اللي موجود عندي، لقيت العدد مش مكفي 100 ارجع اقلل المسافه دي شويه، يبقى احس ان العدد يزيد، وهكذا لحد ما اوصل للعدد اللي انا محتاجه عندي. زي ما نشوف ان شاء الله في الفيديو الجاي، ازاي اجيب الفيرتيكال لود من برنامج الروبوت الناتج عن المنشأ كله، وازاي افرض عدد الخوازيق، وازاي ابدا ارسم البايلز الموجوده عندنا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.